بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثالث ثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات، وموضوعنا هو الجزء الأول من التوزيع الطبيعي من إعداد سميرة السالم ومن تقديم صالح شميمري، فأهلا بكم. سنتعلم إن شاء الله هذا اليوم تصنيف بيانات التوزيع، هيا بنا إلى هذا الموضوع. إذن التوزيعات الطبيعية والملتوية وتصنيف بيانات التوزيع. سنأخذ أولا مثال على هذا الموضوع. أولا، مثل معلم درجات طلاب مدرسته في إحدى المواد بيانيا كما في الشكل المقابل. ولو لاحظ هذا المعلم أن درجات طلابه تقع وين؟ تقع في المنتصف، يعني بين 4 درجات و6 درجات، كما أن هذا الشكل البياني للتوزيع يشبه الجرس تقريبا. أيضا هذا التوزيع يسمى توزيعا طبيعيا. إذن التوزيع الاحتمالي المتصل، سنأخذ تعريف هذا التوزيع الاحتمالي المتصل، وهو توزيع احتمالي متغيره العشوائي متصل، ويمكن للنواتج أن تأخذ أي قيمة في فترة من الأعداد الحقيقية. مثاله أطوال الأشخاص وأوزانهم ومستوى الدهنيات عند الأشخاص البالغين، كل هذه أفضل التوزيعات الاحتمالية المتصلة لها هو التوزيع الطبيعي. وسنأخذ خصائص التوزيع الطبيعي. خصائص التوزيع الطبيعي: التمثيل البياني له منحنى يشبه الجرس. أيضا إذا أسقطنا عمود من قمة المنحنى فإنه سيقسم المنحنى إلى نصفين متماثلين، نصف أيمن ونصف أيسر. أيضا يتساوى فيه المتوسط والوسيط والمنوال، وجميعهما تقع وين؟ تقع في المركز. إذن هنا المتوسط والوسيط والمنوال جميعهما يقع وين؟ في مركز التوزيع. أيضا المنحنى لهذا التوزيع منحنى متصل، ويقترب المنحنى كلما اقتربنا من محور إكس، ولكن لا يمس هذا المنحنى محور إكس. سنأخذ أشكال التوزيعات. أول شكل عندنا وهو شكل التوزيع الطبيعي، شكل يشبه الجرس. الشكل الآخر وهو شكل الالتواء الموجب، بحيث أن معظم البيانات تتركز وين؟ تتركز في اليسار، وقليل منها يقع وين؟ يقع في اليمين. بينما الالتواء السالب فمعظم البيانات تتركز وين؟ تتركز في اليمين وقليل منها في اليسار، يعني الالتواء الموجب عكس الالتواء السالب. الالتواء الموجب معظم البيانات تتركز في اليسار، والالتواء السالب معظم البيانات تتركز وين؟ تتركز في اليمين. وسنأخذ أمثلة على ذلك. حدد ما إذا كانت البيانات في الجداول التكرارية أدناه تظهر التواء موجبا أو التواء سالبا أو موزعة توزيعا طبيعيا. لدينا هذا الجدول، هنا العدد وهنا التكرار. أولا سنستخدم الجداول التكرارية للتمثيل البيانات بالأعمدة، وسنكتب البيانات للخط الأفقي، أما التكرار سنكتبه في الخط الرأسي. وبالتالي أولا العدد 31 تكراره 1، إذن العدد 31 تكراره 1. أما العدد 32 فتكراره كم؟ تكراره 2. والعدد 33 تكراره كم؟ تكراره 3. العدد 34 تكراره 5. العدد 35 تكراره 2. والعدد 36 تكراره 3. أما العدد الأخير هو 37 فتكراره كم؟ تكراره 1. ولو نلاحظ أن التمثيل عالم في الوسط، ونلاحظ أنه يتماثل حول المتوسط، فبالتالي البيانات هنا موزعة توزيعا طبيعيا. سنأخذ تدريب آخر. سنحدد ما إذا كانت البيانات في الجدول لأمامنا هنا تظهر التواء موجبا أو التواء سالبا أو موزعة توزيعا طبيعيا. إذن أولا سنستخدم هذا الجدول التكراري لتمثيل البيانات بالأعمدة، وسنفرض أن الخط الأفقي هو البيانات، والخط الرأسي هو ماذا؟ هو التكرار. طبعا البيانات عندي هي قياس الحذاء أعزكم الله. إذن أولا قياس الحذاء الأول تكراره كم؟ تكراره 6. إذن 38 تكراره 6، 39 تكراره 8، 40 تكراره 9، 41 تكراره 7،
و 42 تكراره 4، 43 تكراره 2، و 44 تكراره 3، و 45 تكراره 1. إذن بما أن التمثيل البياني أمامه يظهر تجمعا من جهة اليسار ومنخفض في كل من الوسط واليمين، فبالتالي إن التوزيع هنا عندي ويش؟ التوزيع ملتوٍ إلى اليمين، إذن التواء موجب، وبالتالي هنا التواء موجبا. تدريب آخر، سنحدد أيضا ما إذا كان في الجدول التكراري اللي أمامنا يظهر التواء موجبا أو التواء سالبا أو موزعة توزيعا طبيعيا. إذن سنستخدم هذا الجدول التكراري لتمثيل البيانات بالأعمدة. سنفرض أن الخط الأفقي هو البيانات، أما الخط الرأسي هو التكرار. طبعا البيانات عندي هي العدد هنا، أما التكرار هو التكرار كما هو. إذن العدد 11 تكراره 1، إذن هنا 1 مقابل 11. العدد 12 تكراره كم؟ أيضا 1. العدد 13 تكراره 3. أما العدد 14 فتكراره 4. أما العدد 15 فتكراره كم؟ تكراره 3. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن التمثيل عالٍ من جهة اليمين ومنخفض في كل من الوسط واليسار، فبالتالي هناك التواء سالبا لأنه ملتوٍ إلى اليسار. إذن إن التوزيع ملتوٍ إلى اليسار، التواء سالبا. إذن بنفس السؤال سنحدد ما إذا كانت البيانات اللي أمامنا هنا تظهر التواء موجبا أو التواء سالبا أو موزعة توزيعا طبيعيا. إذن هنا لدينا العمر بالسنوات وهنا التكرار. أولا سنستخدم هذا الجدول التكراري لتمثيل البيانات بالأعمدة، وسنفرض أن الخط الأفقي يمثل البيانات اللي هي العمر بالسنوات، وسنفرض أن الخط الرأسي يمثل التكرار. إذن العمر من 31 إلى 35 يظهر لنا التكرار 3. إذن هنا من 31 إلى 35 التكرار 3. من 36 إلى 40 تكرار 8، إذن تكرار هنا 8. أيضا من 41 إلى 45 15، من 46 إلى 50 32، من 51 إلى 55 40، من 56 إلى 60 38، من 61 إلى 65 هي 4. ماذا نلاحظ لدينا؟ نلاحظ أن التمثيل عال من جهة اليمين ومنخفض من جهة اليسار، فبالتالي التوزيع ملتوٍ إلى اليسار، إذن التواء سالبا. بنفس السؤال سنحدد ما إذا كانت البيانات هنا تمثل التواء موجبا أم سالبا أم توزيعا طبيعيا. لدينا في هذا الجدول زمن البقاء في المتحف بالدقيقة، طبعا هنا الزمن بالدقيقة وهنا التكرار. أولا سنستخدم الجدول التكراري لتمثيل البيانات بالأعمدة، وسنفرض أن الخط الأفقي هو البيانات وهو الزمن بالدقائق، أما الخط الرأسي هو التكرار. إذن أولا من الزمن 0 إلى 25 دقيقة يمثل 27 تكرار. إذن الآخر من 26 دقيقة إلى 50 يمثل 46، هنا 46. من 51 إلى 75 يمثل 89. من 76 إلى 100 يمثل 57. من 101 إلى 125 يمثل 24. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن التمثيل عالٍ في الوسط، ونلاحظ أنه يتماثل حول ماذا؟ حول المتوسط. إذن البيانات اللي أمامي موزعة توزيعاً طبيعياً. تدريب آخر بنفس السؤال أيضاً، سنحدد ما إذا كان الجدول اللي أمامي وهو أعمار موظفي إحدى الشركات الخاصة يمثل التواء موجباً أو التواء سالباً أو موزعاً توزيعاً طبيعياً. أول ما نبدأ طبعاً سنستخدم هذا الجدول التكراري لتمثيل البيانات بالأعمدة، وسنفرض أن الخط الأفقي يمثل البيانات وهو العمر بالسنوات، أما الخط الرأسي هو التكرار. إذن أول بيان وهو 31 إلى 35 سنة التكرار 3، إذن هنا 31 إلى 35 والتكرار 3. من 36 إلى 40 التكرار 8. من 41 إلى 45 التكرار 15. من 46 إلى 50 التكرار 32. من 51 إلى 55 التكرار 40. من 56 إلى 60 التكرار
38 من 61 إلى 65 التكرار 4. ماذا نلاحظ لدينا في هذا الشكل؟ نلاحظ أن البيانات متجمعة في اليمين، وبالتالي إذن هو ملتوي إلى اليسار التواء سالبا. تقويم أمثلة اختيارية، حدد نوع البيانات في الجدول التكراري الماثل أمامنا. هنا البيان 10 التكرار 1، البيان 11 التكرار 1، وهكذا إلى أن نصل 21 التكرار 1، سنمثله بيانيا. إذن التمثيل البياني اللي أمامنا هنا البيان 10 التكرار 1، البيان 10 التكرار 1، البيان 11 التكرار 1 أيضا البيان 12 التكرار 1، البيان 13 التكرار 4، البيان 14 التكرار 6، البيان 15 التكرار 8، البيان 16 التكرار 5، البيان 17 التكرار 3، البيان 18 التكرار 4، البيان 19 التكرار 2، أما البيان 20 فلا يوجد لدينا تكرار، أما البيان 21 هو الأخير التكرار 1. ماذا نلاحظ لدينا هنا في هذا الشكل اللي أمامي؟ بما أن التمثيل عالم في الوسط، ونلاحظ أنه يتماثل حول ماذا؟ حول المتوسط، وبالتالي إذا كان لدينا التمثيل عالم بالوسط ويتماثل حول المتوسط، إذن هو توزيع طبيعي، إذن البيانات موزعة توزيعا طبيعيا، وبالتالي الإجابة هي سي. ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا هذا اليوم التوزيع الطبيعي بما فيه خصائص التوزيع الطبيعي وأشكال التوزيعات. إذن خصائص التوزيع الطبيعي، التمثيل البياني له منحنى يشبه الجرس، أيضا المنحنى متصل ويتساوى فيه المتوسط والوسيط والمنوال، وجميعهما تقع في المركز. أيضا يقترب المنحنى من المحور X ولكنه لا يمسه. أيضا إذا أسقطنا عمود من قمة المنحنى فإنه سيقسم هذا العمود المنحنى إلى نصفين متماثلين. وأخذنا أيضا أشكال التوزيعات، أخذنا ثلاث أشكال للتوزيعات: التوزيع الطبيعي، والالتواء الموجب. الالتواء الموجب البيانات تكون في يسار، أما الالتواء السالب البيانات تكون متجمعة في اليمين. بهذا نكون قد انهينا هذا الموضوع. نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم لهذا الموضوع. إلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.